اولا مبروك علينا 3 بوان اللي غاديين بقاو بقاو غادي في لاكورس ديال الشامبيونا. رجع المباراه كيف شي المباراه الحمد لله كانت في مستوى الدراري قدموا مباراه كبيره. ما عندناش لو طون باش نوجدوا كيف شي مدرب جديد جا شي دو جور دابا قدر نلعبوا مباراه. اهم حاجه هي 3 بوان في هذا المومون اللي كنخدم خدامين فيها كنشتغلوا اكثر ان شاء الله باش نطوروا المستوى. الحمد لله مبروك لنا 3 بوان وخصنا مازال ان شاء الله العمل مازال كيتسنى لنا العمل ان شاء الله باش نكون في مستوى كي. وبالفعل كيف شفتي يعني ما كاينش لو طون لا في لي ماتش لا مدرب جديد دونك خصنا نجيرو هاد المومون هادي المهم. اهم حاجه تكون هي الريزلت الحمد لله 3 بوان غالي كيف قلت لك باش خلي لنا صدار الترتيب. المهم كيف قلت لك هو النتائج دابا نحصلوا البروجيت ان شاء الله في انتظار هذا ان شاء الله. هو بالفعل يعني مدرب جديد ولكن هو راه قديم فالحمد لله عرفناه ديجا خدمنا معاه اشتغلنا معاه فهذا هو اللي يسهل لنا المامور اكثر. الرجوع للمدرب كيف قلتي ما جا في وقت اللي ضيق وقت اللي كاين لي ماتش بزاف دونك كنتمنى زعما يلقى السيل جو يلقى الريتم يلقى الاجواء ان شاء الله باش يخدم ويشتغل على اريحيه باش يكون. تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل، فعلوا جرس التنبيه واشتركوا في القناه. لوماتان سبورتس، نظرة جديدة للصحافة الرياضية.